بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مع بعض في المحاضرة الرابعة تحليل التباين في اتجاهين بمجموعة من الأفكار المتنوعة في المسائل. الفكرة الأولانية بيقول لي في عينة عشوائية مكونة من 21 مفردة في تجربة مكونة من 3 معالجات، وكل معالجة بها 7 مفردات أي 7 قطاعات. باختصار كده المسألة دي فيها 3 أعمدة وفيها 7 صفوف، وكان مجموع المعالجات على التوالي اللي هو مجموع الأعمدة على التوالي 25 47 27، ومجموع القطاعات اللي هي الصفوف على التوالي 9 11 12 15 17 14 21، وكان مجموع مربعات القيم اللي هو سمشن واي سكوير ب 575. بيسألني هل هناك تأثير جوهري لكل من المعالجات والقطاعات على الظاهرة، ومديني تحت قيم جدولية. تعالوا مع بعض نشوف هنتعامل مع المسألة دي ازاي. المرحلة الأولى مرحلة استخراج البيانات، بروح أحدد حجم العينة الكلي 3 في 7، عدد الأعمدة الكيب 3، عدد الصفوف الأرب 7، مجاميع الأعمدة تي دوت 1 25، تي دوت 2 47، تي دوت 3 27، مجموع قيم كل العينات 99. ممكن اخد المجاميع بتاعت الاعمدة واجمعها، او مجاميع الصفوف واجمعها. بالنسبة لمجاميع الصفوف تي 1 دوت ب9، تي 2 دوت ب11، وهكذا معايا 7 مجاميع للصفوف، ولاحظ رقم الصف بيتكتب قبل النقطة. الصف بيتكتب قبل العمود زي ما احنا عارفين في الجداول. تأكيد المجموع الكلي عن طريق ان انا اروح اجمع مجاميع الصفوف هلاقيه بردك 99. يبقى كده خلصت الخطوة الاولى او المرحلة الاولى، مرحلة استخراج البيانات. تعال بقى نشوف بقى الاختبار. تعال نشوف مع بعض الاختبار. دلوقتي انت عندك اول خطوة في الاختبار الفرد الاصلي، ده بينقسم لفردين زي ما اتفقنا، واحد للأعمدة واحد للصفوف، والفرد البديل بيبقى بردك واحد للأعمدة واحد للصفوف. مستوى المعنوية 5%، المقياس الإحصائي توزيع F. ببدأ حساباتي عن طريق إن أنا أبدأ بمجموع المربعات الكلي طلع ب 108 و28 من 100. بروح للمعالجات اللي هو مجموع العمود الأول الكل تربيع على عدده، مجموع العمود الثاني الكل تربيع على عدده، مجموع العمود الثالث الكل تربيع على عدده، ناقص مجموع Y الكل تربيع على N، تطلع 42 و28 من 100. اروح بعد كده احسب مجموع مربعات بين القطاعات او بين الصفوف. تعال نشوف كده. مجموع المربعات بين القطاعات او بين الصفوف اللي هي الاس اس بلوكس، انا عندي 7 صفوف، فانا جايب المجاميع بتاعتهم وحطيتهم فوق. يمكن شوية الرمز اتغير، بدل ما هو كان تي 1 دوت تي 2 دوت اتكتب مكانه بتات. انا ممكن اشيل البتات دي واحط مكانها تي 1 دوت تي 2 دوت وهكذا. فمجموع الصف الاول الكل تربيع على عدده، مجموع الصف الثاني الكل تربيع على عدده. هنا كان فيه مرونة شوية في الرموز بتاعت مجاميع الصفوف او مجاميع الاعمدة. ممكن يعني لو الشكل ده مضايقك، الشكل اللي هو بتاع بي 1 تربيع بي 2 تربيع ده، ممكن نبقى نستبدله في الورق عندك بالتي 1 والتي 2 والتي 3، بس تحط جنب كل واحدة منهم نقطة علشان تقول انا بجمع صف مش بجمع عمود. لما بعوض بال7 مجاميع بيطلع النتيجة 32 و29 من 100. باخد بعضي وسطر جدول تحليل التباين ابو 5 اعمدة، والجدول ده معروف لينا، وبنوصل في الاخر لقيمة اف بتاعت الاعمدة واف بتاعت الصفوف، وبناء عليها باخد قرار هي في اختلافات بين الاعمدة ولا لا، او في اختلافات بين الصفوف ولا لا. يتضح لينا كده بمجرد النظر ان اف المحسوبة بتاعت الاعمدة 7 و55 من 100 اكتر من اف الجدولية. يبقى كده يوجد معالج واحد مختلف في اختلافات بين الاعمدة. بالنسبة للصفوف اف المحسوبة بتاعتهم صغيرة 1 و92 من 100، اصغر من اف الجدولية. ففي الحالة ده هيت بالنسبة للصفوف بنقبل فرض العدم القائل بعدم وجود اختلاف جوهري بين القطاعات. مسألة بسيطة كان مدي المجاميع فيها جاهزة. نشوف دلوقتي مسألة تاني
على تحليل التباين في اتجاهين. المسألة ده هيت يعني طويلة شوية، ولو جت مش هجيب فيها كل المطالب ديت، او مش ايه مش هجيبها بالحجم الكبير ده. هو قصتها انه كان مديني متوسطات الأعمدة ومديني متوسطات الصفوف، دي قصتها باختصار يعني. لو لقطت معاك الكلمتين اللي انا بقولهم دول كده انت خلاص هتعرف تتعامل مع الحالة دي. الجدول الاولاني فيه متوسطات الأعمدة، 1 2 3 دول 3 متوسطات، يبقى معنى الكلام ان انت عندك 3 أعمدة. الجدول التاني مديك متوسطات الصفوف، 1 2 3 4، ده معناه ان انت كان عندك 4 صفوف. المتوسطات دي لما بتعطى انا بعرف احولها لمجاميع عن طريق ان انا اضرب كل متوسط في عدد المفردات اللي جوه العمود بتاعته، او بمعنى اخر في حجم العينة. فبمسك المتوسطات دي احولها الى مجاميع، وامسك المتوسطات دي احولها لمجاميع، وبعد كده الاقي التحليل مشي معايا طبيعي جدا. هتقولي بس انا مش شايف عدد المفردات بتاعت المهندسين ولا الاداريين ولا العمال. اقول لك سهلة، ما لما يكون عندك 3 أعمدة و4 صفوف يبقى جدولك كام في كام؟ 3 في 4، يبقى عدد المفردات اللي جواه كام؟ 12. يبقى العمود بتاع المهندسين فيه كام رقم؟ فيه 4 أرقام. ليه 4 أرقام؟ لأن أنت معاك 4 صفوف. لو مشيت تحت كده تحت كلمة المهندسين هتلاقي 4 صفوف، لو مشيت تحت كلمة الإداريين هتلاقي 4 صفوف. فالموضوع بسيط جدا إن أنت تستنتج عدد مفردات كل صف وعدد مفردات كل عمود. بس أنا بريحك كده بقولك مبدئيا عدد مفردات كل عمود 4، وعدد مفردات كل صف 3. ليه قلت 3؟ لأن أنا لما يكون عندي مهندسين إداريين عمال فيبقى الصف هيعدي على 3 أرقام وأنا بجمعه، يبقى أنا كده معايا 3 مفردات في كل صف. بعد كده بيقول لي في اختلاف بين الأعمدة، في اختلاف بين الصفوف، بس هو مش ذكر كلمة أعمدة وصفوف صراحة، ولكن دول هم الملخص. في اختبار بين ده، في اختلاف بين ده وده. وآخر سؤال بيقول لي هل من الأفضل في التجربة السابقة تطبيق تحليل التباين في اتجاهين، أم من الأفضل اتجاه واحد؟ طبعا الإجابة عن السؤال الأخير دي هقولها في حينه، عشان دي حتة جديدة. ليه؟ لأن أحيانا بتتعدد الإجابات. يقول لك هو الأفضل أعمل اتجاهين ولا اتجاه واحد في المسألة دهيت. الموضوع باختصار شديد، لو انت لقيت يعني السؤال دوت ففي طريقة نموذجية للإجابة عليه هقولها في حينه زي ما اتفقنا. طب تعالى نتفاهم الحالة ديت. أول حاجة هتستخرج البيانات، انت معاك 3 أعمدة 3 معالجات، ومعاك 4 صفوف يعني 4 قطاعات، ومعاك برضك حجم العينة الكلي 3 في 4 ب 12. بتروح سعادتك تحسب المجموع بتاع كل عمود عن طريق تضرب متوسطه في عدد مفرداته. بعد ما ضربنا المتوسط في عدد المفردات وطلعنا مجاميع الأعمدة، بروح أعمل مجاميع الصفوف في الجدول اللي بعديه عن طريق إن أنا أضرب كل متوسط في عدد مفردات الصف. فبعد كده لقيت معايا مجاميع الصفوف. مجموع المربعات الكلي كان معطى اللي هو 251. ببدأ في الاختبار، فبحط الخطوات اللي هي في الأول الفرد الأصلي اللي هو فيه فردين والفرد البديل، وبعد كده مستوى المعنوية والمقياس الإحصائي. كل ده كلام بيتكتب في بداية الاختبار وما فيش فيه تغيير. طب تعالى بقى نشوف العمليات الحسابية بتاعة المسألة مع بعض. العمليات الحسابية، حسبت مجموع المربعات الكلي، حسبت مجموع مربعات المعالجات، حسبت مجموع مربعات القطاعات اللي هي البلوكس. فبعد ما حسبتهم بحطهم في جدول تحليل التباين اللي هو موجود قدامك ده في نهاية الصفحة، وبطلع من الجدول ده قيمتين اللي فيه، فيه واحدة المحسوبة وفيه 2 المحسوبة، واحدة بتاعة المعالجات اللي هي الأعمدة، وواحدة بتاعة القطاعات اللي هي البلوكس. باقي بس خطوة اتخاذ القرار، تعال نشوفها مع بعض. باخد القرار ازاي؟ بقسم القرار بتاعي لقرارين. بالنسبة للأعمدة أبدأ أقارن اف المحسوبة بتاعتها بإف الجدولية، وبالنسبة للصفوف أقارن اف المحسوبة بإف الجدولية. وطبعا احنا عارفين القرار بيتاخد ازاي. لما تلاقي المحسوبة كبيرة بترفض فرض العدم، لما تلاقي المحسوبة صغيرة بتقبل فرض العدم.
فواضح كده في الحالتين، في حالة الأعمدة وحالة الصفوف، إن المحسوبة صغيرة، فقبلنا فرض العدم للأعمدة وقبلناه للصفوف، يعني مفيش اختلاف بين المتوسطات هنا ومفيش اختلاف بين المتوسطات هنا. بالنسبة لإجابة السؤال الثالث اللي هو بيقول لي هل من الأفضل أستخدم تحليل التمام في اتجاه واحد ولا اتجاهين؟ بما أنه لا يوجد اختلافات بين القطاعات يبقى الأفضل تحليل التباين في اتجاه واحد. دي إجابة نموذجية على السؤال دوت. أنت بتبص للقطاعات بس، تشوفها معنوية ولا مش معنوية. لو لقيت القطاعات معنوية يبقى هتقول له الأفضل عمل اتجاهين. لو لقيت القطاعات غير جوهرية ومفيش اختلافات بين القطاعات يبقى بتفضل الاتجاه الواحد. بقلنا في الموضوع دلوقتي مسألة الواجب. ادي مسألة الواجب عبارة عن جدول انت هتستكمل البيانات اللي جواه. الجدول دوت فيه 3 ارقام بس، ومطلوب استكمال حوالي 7 8 ارقام ناقصين. ازاي اشغل الفكر بتاعي وازاي استنتج درجات الحرية واستكمل بقية الجدول ده؟ دي تفكر فيها، مسألة سهلة قوي. بعد كده بيقول لي بعد ما تستكمل وضح هل هناك اختلاف جوهري بين المعالجات وهل هناك اختلاف جوهري بين القطاعات. وبعد كده بيقول لك ممكن تستنتج من الجدول اللي فات دوت، ممكن تطلع منه جدول تحليل تباين في اتجاه واحد. طبعا ممكن، عن طريق ان انا اضم القطاعات على البواقي. ايه رأيكم يا جماعة في اللي انا بقوله ده؟ هو انا لو حبيت اقلب الجدول ده بدل ما هو اتجاهين اخليه اتجاه واحد، القطاعات ديت بدرجات حريتها بكل مشتملاتها تروح تنضم للأعمدة ولا تروح تنضم للبواقي؟ أكيد للبواقي. ليه؟ أصل المعالجات دي ليه قانون خاص بيها، ما أقدرش أجي جنبها، والكل ليه قانون خاص بيه ما أقدرش أقرب منه. هو بس إيه، القطاعات طلعت فجأة وظهرت في الجدول، فالمفروض تروح تنضم على البواقي. يبقى ممكن فعلا أطلع جدول تحليل التباين في اتجاه واحد من الجدول اللي فات. هل من الأفضل إجراء تحليل التباين في اتجاه ولا اتجاهين؟ دي بتتوقف على القطاعات. بكده يبقى ناقشنا مع بعض المسألة عشان لو حد يعني حب يحل ما يبقاش الأخطاء كتيرة وهو بيحل الواجب.